خمس حيل موضة بتغير لك حياتك. كماش تكون. ثالث سؤال واللي بالنسبة لك كتير مهم، وهون بدنا نفكر quality over quantity. مرحبا يا حلوين، أنا نجلة وعم طلع عليكم يومياً طيلة شهر رمضان المبارك بحيل، نصايح ودردشة بيني وبينكم، فتابعوني. رح نبلش حلقتنا اليوم بخمس حيل موضة بتغير لك حياتك. اليوم كمان إلها علاقة بالموضة، وهي سبع أسئلة لازم نسألهم لحالنا قبل ما نعمل شوبينج. السؤال الأول، هل أنا عن جد حبيت القطعة أو بس حمست؟ كتير أوقات عم بعمل شوبينج بحمل أوه ماي جاد كنت عم لبش عليها كل حياتي، بس بتطلع مش هي وما بلبسها بكل حياتي، عند سكشن مليانة بالخزانة. السؤال الثاني، لو القطعة ما عليها ديسكاونت كنت اشتريتها؟ ثالث سؤال واللي بالنسبة إلي كتير مهم، من شو مصنوعة هالقطعة والكواليتي تبعها؟ أكيد ما فينا أنه نجيب قطعة ونلبسها من أول مرة تعملنا حساسية أو ما نحس حالنا مرتاحين فيها ونكبها، وهون بدنا نفكر quality over quantity. السؤال الرابع، هل أنا بحاجة ماسة لهالقطعة أو عندي منها وعم بقنع حالي أنه لا كماش تكون؟ السؤال الخامس، هل فكرتي على القليلة بثلاث مناسبات أو ظهرات أو أوتفتس قادرة تلبسي هالقطعة عليهم؟ سادساً، قصتها ليه بقتلة ومريحتني أو بس بدي إياها لأنها حلوة وإذا بزبطها شوي من هون وإذا بشدها من ورا؟ صدقيني، هيدي القطعة ما رح تلبسيها بحياتك. آخر سؤال واللي هو منوقع فيه كتير نحن البنات، هل أنا عن جد حاضرة إني غير ستيلة أو بس لأنه it's a trend عم بشتري هالقطعة؟ لأنه صدقيني أوقات كتير منشوف قطعة منشوفها على السوشيال ميديا كتير منشتريها، نجي تنلبسها منقول الجملة الشهيرة لا 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 مش حاسة حالي أنا، فهالقطعة اتركيها محلها. وبالنسبة لآخر نقطة، أكيد أكيد إنه حلو التغيير، وأكيد أنا بشجعكم لتلبسوا دايما وتجربوا ستايلز جديد، بس بذات الوقت adapt them لستايلكم أنتو. وقبل ما أختم الدردشة، سرين أنا بتبعهم بدي لكم إياهم. أولاً تشتروا القطعة تشتروا لها أكسسواراتها، وآخر سر، ما عم تحبي قصة البيزك تي شيرت بالسكشن عندك، جربي المنز سكشن وخبريني. نصيحتي لألكن اليوم هي حيلة أو طريقة منقدر من خلالها ننظم الروج بطريقة كتير ذكية وبطريقة بتخلينا نربح مساحة. يلا نشوفها سوا. مثل ما شفتوا حيلا باليت قديمة فضيت من عندكم أو ما بدكم إياها، فضوها نطفوها وحطوا كل your lipsticks بقلبها. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالحلقة، انطروني بكرة بحلقة جديدة، وأكيد ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب وتفقسوا على الجرس لكل ما ننزل فيديو دغري تحضروا. باي باي.